السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وهاد هاد النساء للأطفال اللي عندهم هاد المرض ديال كوفيد، أولا نسأل الله تعالى أن يشفيهم وأن يعافيهم. عدد من الناس تلقينا نبأ مرضهم سواء داخل أرض المغرب أو خارج أرض المغرب من إخواننا المغاربة، نسأل الله تعالى أن يشفيهم وأن يعافيهم. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يا رب إنا نسألك يا ربي أن تشفيهم وأن تعافيهم وأن تطرد هذا الداء من أجسادهم. يا رب خذ بيدهم واحرصهم يا رب بعينك التي لا تنام، واكفهم يا رب بركنك الذي لا يرام، واحفظهم بعزتك يا ربي وبعزك الذي لا يضام، واكلأهم في الليل والنهار، ارحمهم بقدرتك عليهم يا رب العالمين. أنت ثقتنا ورجاؤنا يا كاشف الهم ويا مفرج الكرب ويا مجيب دعوة المضطرين. ألبسنا وألبسهم الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا رب العالمين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.